مساء الخير وحياكم الله في آخر حلقاتنا لهذا الأسبوع. في هذه الحلقة العديد من الموضوعات، دائما أذكركم برقم التواصل معنا على جوال الراصد وأيضا حسابنا في تويتر. نروح لعناوين حلقة الليلة. مجلس الوزراء 18 مادة تضبط واجبات التطوع وتضمن حقوق المتطوعين. وفي موسمه فقع عرعر يا غالي الأثمان غلوك بالحيل. وطفلة الجلوكوما تأسر القلوب بعفويتها. نوف أسند معانا الليلة. وافق مجلس الوزراء على نظام العمل التطوعي اللي ينظم الأعمال والأنشطة التطوعية الإغاثية والإنمائية منها بصفة دائمة، ويتضمن النظام الصادر في 18 مادة ضوابط حفظ حقوق المتطوع ويحدد واجباته ويحفظ حقوق المستفيد من التطوع ليكون النظام مرجعاً لجميع الجهات والقطاعات. هذا في إعداد اللوائح والتعليمات الخاصة بالعمل التطوعي في المملكة، ويستهدف النظام نشر ثقافة العمل التطوعي وتطويرها أيضاً بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وتنظيم العلاقة بين أفراد العمل التطوعي وتحديد حقوقهم وأيضاً واجباتهم. معي هنا في الاستوديو المهتمة بالعمل التطوعي الأستاذة حصة شهري. حياك الله يا حصة. الله يطول عمرك. يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني هذا النظام طلع وأنتم من زمان تتكلمون عن حقوق المتطوعين، والمتطوعين تهضم حقوقهم، وش يصير لهم عند بعض الجهات؟ قولوا لي هذا النظام بماذا سيفيدكم كمتطوعين؟ أولاً أحب أشكركم على الاستضافة. حياك الله. وأشكر خادم الحرمين الشريفين نيابة عني وعن جميع المتطوعين والمتطوعات وولي عهد الأمير محمد بن سلمان على حلم كنا ننتظره اللي هي الموافقة على النظام التطوعي. صحيح. فلا شك لما أنا طبعاً تابعت التغريدات وحرصي على في هذا المجال، حبيت أشوف شعور كل شخص سواء قائد أو متطوع أو جمعيات، فلقيت أن الكثير يتسابق على التبريكات والتهاني، يعني أشبه ما نقول بالعيد يعني في فرحة المتطوعين والمتطوعات. فالحمد لله هذا الموافقة راح تغير أشياء كثير عندنا في مجال العمل التطوعي، لأن الحقيقة نعاني كثير في مجال العمل التطوعي. أيوة. أنا أبغى أعرف معاناتكم أول، والآن النظام هذا وش بيسوي، بس أبغى أعرف أول إيش كان، كيف يتم التعامل معاكم؟ أكثر شيء يعني كفرق تطوعية تعاني منه، أنا لما أتكلم ما أحب أتكلم عن فريقي فقط، أتكلم عن الفرق حتى الناشئة. فأكثر شيء اللي هو دائما لازم تكونوا تحت مظلة. طب في فرق ما هي قادرة هي تكون تحت مظلة تطوعية، فيعني كمان أنا أقدم استشارات فيجوني فرق تطوعية وكذا، فيقولون طيب إحنا شو نسوي؟ يعني خلاص ما تقبل أعمالنا، ما نقدم أعمال الخير. فأنا لا، الحمد لله كنت تحت مظلة يعني أكثر من المرة، فهذا الشيء ريحنا كلنا. أنا دائما كنت أقول إنه حنا نبي مكان يحتوي المتطوعين والمتطوعات. أنا سبق كنت أتكلم إنه نتمنى يكون وجود هيئة تكون يعني بالكامل لجميع المتطوعين والمتطوعات. أنا بس أول هل كانت تسلب حقوقكم من كثير من الجهات انه اشتغلوا معنا وان شاء الله خير بنعطيكم شهادات كان ولا يصير شيء؟ نعم، كان يكون مو ما كان يصير شيء، كان يكون في استغلال للتطوع، يعني انه يستغلون وقت المتطوعين في مثلا جهه ربحيه كتنظيم وهذه الامور، فيقولون ان هذا تطوع. لكن الحمد لله مع بعض الدورات وبعض المتطوعين المهتمين بتطوير انفسهم صار عندهم فرق. واكثر من مره كمان كنت اتكلم انه في فرق بين التطوع وبين التنظيم. التطوع يكون لجهه غير ربحيه، يكون لجهه خيريه، يكون صحيح. انساني، عمل انساني. التنظيم يكون لاي جهه ربحيه. واللي كان يصير انه التطوع يخلونهم تنظيم. اي نعم، يعني في عندي مناسبة وأنا ماخذ عليها مبلغ وقدره. نعم. وقاعد أجيب متطوعين وأقول لهم اشتغلوا معانا تطوع، وأنا في الأخير قاعد أخذ فلوس وهالمساكين ما أخذوا ولا شيء. صحيح، مفروض أن الكل متطوع في قيمة معينة، إذا كان تنظيم قيمة معينة لكل متطوع ومتطوع، أما إذا كان العمل خيري يحصلون على الشهادات. طبعا ودي أن يكون تحفيز لهم أكثر سواء في مجالاتهم أو تنمية مهاراتهم في هذا التحفيز. المتطوعين يعني ناس عندهم وقت زيادة ولا عندهم حرص على تقديم شيء للمجتمع؟ أعطيني وش اللي قاعد يصير حول المتطوعين؟ عندهم وقت زايد ويبغون يقضونه
ويستمتعون ببعض الفعاليات، ولا هم هذا هم عندهم وقاعدين يقاتلون عشان؟ الحقيقة ممكن نقول الثنتين. أول شيء العمل خالص لوجه الله. الشيء الثاني بعضهم موظفين وفي الجامعة وفي المدارس. في أخوي الصغير أحيانا بس يعني نقدر في الأعمال الطوعية نطلع، هو عنده مدارس يكون عنده اختبارات، في بنات في الجامعة عندنا، في يعني كل أحد يعني عنده شغل معين، لكن يطلعون معنا في الأعمال التطوعية لخدمة المجتمع والوطن والله يكتب أجرهم. فممكن نقول إنه الشيء اثنين، يعني خدمة مجتمع وأيضا الأجر الله سبحانه وتعالى. طيب الحين في نظام جديد للتطوع طلعت 18 مادة. نعم. استبشرتوا كلكم فيها خير. الحمد لله. قولي لي وش أبرز المواد اللي أنت تقولين أيوة هذه تلامسنا 100%، أو أنه أبرز الأشياء اللي هذا النظام الآن بيريحكم فيها؟ أول شيء ممكن نقول حفظ حقوق المتطوعين. أيوة صح. الشيء الثاني المتطوع لما يكون عنده مشكلة أو شيء عارف لمين يتوجه، مين الجهة المسؤولة. أنا ما أروح هنا وأروح هنا كل أحد يرميني على جهة معينة أو شيء، خلاص أنا عارف لمين أروح. حقوقه تكون محفوظة، عدد ساعاتها محفوظة، الشهادات تكون من نفس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيطلقون إن شاء الله البوابة الوطنية. وكان أيضا في تشكيل لجنة وطنية من ضمن المادة 18، منها كمان أيضا الملابس. يعني فرقة التطوعية تحتاج براشورات، تحتاج بنر، تحتاج الأمور المكتبية بشكل عام، وأيضا الملابس وهذه الأمور. طيب الحين إذا جينا قلنا أن المتطوعين، تقول وزارة العمل أنه في 2030 يكون عندنا 1,000,000 متطوع، الحين أنت عارفة كم الرقم ولا لا؟ أنا متأكدة أنه لو أن تم رصد جميع المتطوعين في مناطق المملكة ممكن يكون 1,000,000 وأكثر، لكن ما في رصد الآن. يعني أنا عندي تقريبا 2,000 وشوي. أنت عندك 2,000؟ أي الحالي، فما بالك الفرق الثانية اللي موجودة في الرياض. طيب. الحالها غير باقي المملكة، لو يتم رصدها فقط أتوقع بإذن الله أنه حيكون 1,000,000 وأكثر. طيب في مقاطع جتنا على جوال الراصد، مقاطع وصلتنا عن نظام العمل التطوعي، خلونا نشوفها ونرجع، وهذه أبرز المقاطع اللي وصلتنا عن نظام العمل التطوعي، خلونا نشوفها يا شباب. قرار مجلس الوزراء لنظام العمل التطوعي هذا بكل تأكيد سيساهم في تطوير وتنظيم وتمكين القطاع الثالث، وأيضا تنمية قدرات العاملين في هذا القطاع. اليوم في منتدى الرياض الاقتصادي الجلسة الثانية كانوا يتكلمون عن القطاع غير الربحي وأهميته في التنمية الاقتصادية للمجتمع. الحقيقة أن المملكة العربية السعودية دولة رائدة جدا في العمل التطوعي على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد. لدينا مركز الملك سلمان للإغاثة يقوم بأعمال دولية جبارة في هذا المجال. هذه الأهداف كلها تصب في مصلحة الفرق التطوعية والمتطوعين، وكذلك في مصلحة المجتمع، حيث أنها تعزز الانتماء المجتمعي. كلنا نعرف بأهمية العمل التطوعي، حيث يعتبر من أسمى وأرقى الأعمال اللي أمر عليها ديننا الحنيف، بالإضافة إلى كونها عمل إنساني. ما ألومك في المتطوعين. طيب أرجع لك أختي حصة الشهري المهتمة بالتطوع. الآن عندكم مشكلة أنه تلتقون دائما وين؟ في أسواق، في كافيات للأسف. شلون؟ لا وين يعني؟ إيش الخطوة اللي قدام بتسوونها عشان تجتمعون في أماكن لائقة شوي فيكم كمتطوعين قاعدين يقدمون هذا العمل لوجه الله؟ إحنا نتمنى إنه يكون في جهة زي ما ذكرت تحتوي أيضاً، ليست فقط يعني إذا كان ممكن إضافة، يعني من وجهة نظري إنه يكون في أماكن للدورات التدريبية. إذا عندنا مبادرات بدل ما إحنا نأخذ أماكن برا نفس بعض الأماكن اللي فيها المؤتمرات والمبادرات اللي هي الغرف، غرف تجارية. أيوة يكون إنه هذه خاصة فقط متطوعين، أي فريق تطوعي عنده مبادرة يعملها في هذا المكان، أي أحد عنده اجتماع يجتمعون في هذا المكان، اجتماع رسمي محفوظة حقوقهم، حتى لو يدخلون ببطاقات عضوية. كل فريق مثلا هذا المسؤول اليوم بجدول معين، الفريق اليوم بيجتمع في المكان، الفريق اليوم عنده مبادرة نعطيهم هذا المسرح. فأتمنى إنه يكون يعني هذا، غير كذا إنه حنا راح نخلق فرص تطوعية كثيرة، مبادرات تطوعية، كل فريق حيعمل مبادرة عشان يعملها في هذا المسرح، وحتى لو يكون بعدين في مسابقات وفي يعني نطلع إنتاجية الشباب اللي عندنا والمهارات. طيب حصة في يعني الآن أنتم تابعين لوزارة العمل، وزارة العمل تابعت لها قطاعات كثير، خلينا نكون
صادقين شوي، وزارة العمل داري عنكم؟ ايش؟ الحقيقة أنا حاولت إني أتواصل معاهم عن طريق التليفون عشان كان في عندي بعض الأمور عن طريق الموقع، عفوا التليفون، فقالوا لي الآن ما تفعلت، لكن ما أدري حاليا هل هي بدأ تفعيلها أو لا، يعني هذا كان موضوع سابق. فإن شاء الله إحنا ننتظر متى يبدأ التنفيذ، متى يقولون يلا الفرق التطوعية كلكم الآن تنضمون تحت الوزارة، وكلكم تحت الوزارة، ما عاد في شيء اسمه تحت مظلة، كلنا احنا تحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة ساعاتنا العمل، شهاداتنا، كل شيء. وزارة العمل ردوا عليهم، تواصلوا معهم. انا ما ابغى اقول وش صار عشان نسوي الفقرة هذه معاكم يا وزارة العمل. تجاوبوا مع الاشخاص والشباب والبنات اللي يعملون اعمال تطوعية، لا يطفشون من اسلوبكم. يعني هذولا ما قاعدين يشتغلون باجر، هذولا يشتغلون باجر الآخرة وليس أجر دنيوي، ما قاعدين يأخذون مبالغ مالية، صح ولا لا؟ صحيح أكيد. إذن إحنا ما نحتاج وزارة عمل، نحتاج جهة ثانية اسمها الهيئة العامة للتطوع. أتمنى أنا لو كان عندنا هيئة عامة للتطوع تكون خاصة فقط بالمتطوعين والمتطوعات. يعني إحنا نشكر الجميع جهودهم، لكن لما يكون في هيئة خاصة للمتطوعين والمتطوعات ويعين فيها الناس ذو الخبرة، لازم أحد يكون ذو الخبرة من الصفر إلين تأخذون حصة. أخذ الله يسلمك، شكرا. بالعكس يشرفني ويسعدني إني أخدم بناتنا ووطننا والمجتمع. يعني كم عندك بنت في الفريق اللي معك؟ نسبة الإناث أكثر من الذكور، يعني تقريباً في 60%، وعندنا أطفال وعندنا من ذوي الإعاقة وعندنا أكثر من. طيب كيف قدرت تجمعين هذا العدد 2000 شخص عندك؟ كيف قدرت تجمعين هذا العدد؟ أول شيء ممكن نقول التوفيق من الله سبحانه وتعالى. والناس لما تشوف أعمالي، في البداية كنت بعدد قليل، فلما كانوا يشوفون الأعمال والأسلوب مهم، التعامل مهم، الطريقة شرح الأعمال التطوعية لهم، يعني مو فقط مجرد أن يجيبهم العمل التطوعي ونقول اشتغلوا، أنا حريصة، يعني حتى أنا دائما أقول أم المتطوعين، أنه أعاملهم كأنهم بناتي وأولادي، مع أني صغيرة في السن، لكن الشعور الأموي، خوفك عليهم، حرصك عليهم، فهذا الحمد لله اللي خلى العدد يزداد أكثر وأكثر. حصة الشهري، لازلت أقولك نفس الكلام اللي قلت لك زمان وذكرتيني فيه، أنه حصة أنا أفتخر فيه كثير. شكرا لك يا حصة، ويعطيك العافية. شكرا. ونشوفك إن شاء الله يوم من ما في الهيئة العامة للتطوع تمارسين عملك اللي أنت تمارسينه الآن بالمجان. شكرا لك يا حصة، ويعطيك العافية. الله يسلمك، فخور فيك حصة. الله يسعدك يا رب، شكرا لكم. في الأيام الأخيرة شفنا شكاوى كثير من ناس يتواصلون معنا على جوال الراصد وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي عن مبالغة مطاعم الرز في أسعار اللحم مقارنة بالكمية المقدمة. هذا فيه استغلال لرغبة الناس في توجه لهذه المطاعم. نزلنا للشارع، سألنا الناس عن الأسعار ورأيهم فيما يقدم في المطاعم، لأنه قيمة النفر تتراوح بين 60 و75 ريال. تخيل أنه النفر 3 قطع إلى 4 إذا طورت، ولا يمكن واحد يأكلها، يعني نص واحد ممكن. لكن اللي قاعد يصير أنه نحتاج تواجد للهيئة العامة للمنافسة، تشوف مين اللي قاعدين يتفقون على المستهلك، مين اللي قاعدين يشتغلون ضد المستهلك، بحيث أنهم يرفعون الأسعار بدون ما الناس تدري. اليوم ريالين، بعد ريالين، وبعده 5 ريال، إلين وصلت إلى أسعار فلكية. نشوف اللقاءات اللي سويناها ونرجع في قضية ثانية. الأسعار والله للأسف غالية، وفي تلاعب في الأسعار جدا في المطاعم، كثير المطاعم. النفر في 60 ريال، فيها 2 قطع، يعني ما تسوي شيء، يعني ما تجي ربع دقاق. والأسعار متفاوتة في هنا المطاعم، في تلاعب. والله هو في ارتفاع طفيف بالأسعار في بعض المطاعم، يعني الكمية مقبولة مقارنة بالسعر، بس بعض اغلب المطاعم يعني الكميه قليله والسعر بيكون اعلى. والله المطاعم تختلف، في مطاعم غاليه، في مطاعم رخيصه، وعلى حسب الطلب يعني، وعلى حسب اللحم اللي تاخذينه. والله سعرها متوسط نوعا ما، بس انا من النوع اللي عرفت بالعاده اخذ ذبايح واروح للبيت افضل يعني، بس مرات اروح للمطعم، مو بشكل مستمر، فلذلك ما عندي متابعه مستمره للاسعار، يعني ما اعرف هل كانت مرتفعه، هل كانت نازله وارتفعت او شيء، ما عندي خلفية كاملة.
لكن أشوف أن سعرها يعني إذا كان النفر بسبعين أو خمسة ستين شوية متوسط سعرها. لا السعر على الكمية مو مناسب، كميتهم قليلة سعرهم عالي. في تفاوت بين المطاعم يعني مو كلهم نفس التسعيرة، في مطعم يختلف عن المطعم يعني هذا هنا سعره مثلا 65 في مطعم 50، يعني وش السبب اللي يعني كله لحم. طيب الهيئة العامة للمنافسة ترى قبل فترة غرمت بغرامات مليونية مطاعم كانت تتعاون فيما بينها رفع الأسعار في يوم واحد، ويتفقون على المستهلك أنه نرفع السعر كل شوي نرفع مع بعض بحيث ما يكون واحد نازل واحد طالع سعره، لا نكون مع بعض. هذه الممارسة السيئة من قبل المطاعم ومن قبل اللي ماسكين المطاعم، وترى المطاعم اللي أتكلم عنها ترى المطاعم الكبيرة ذات الأسماء الكبيرة جدا اللي قاعدة تعلن كل يوم أنه اللحم عندنا طازج والأمور عندنا طيبة، فهؤلاء يحتاجون إلى التفاتة من قبل الهيئة العامة للمنافسة ومن قبل وزارة التجارة ومن قبل جمعية حماية المستهلك. خلونا نقول للناس أنه إحنا مع المستهلك ضد كل من يتلاعب بحقوقه. إلى قضيتنا الثالثة. طفلة الجلوكوما نوف السنيد أسرت قلوب الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو عفوي عندما تفاخرت بالنجاح بابتسامة عذبة بريئة. أكدت إن حينها أن إصابتها بالجلوكوما أو ما يعرف بالمياه الزرقاء في العين ليس عائقاً أمامها، وتكلمت عن حلمها بأنها تصير طبيبة لما تكبر. خلنا نشوف نوف اللي جذبت الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي ونرجع نتفاهم معها هنا. أحب أقول لكم أني نجحت وبتفوق ولله الحمد، وعين جلوكومية ليس عائقة لي أبداً ولله الحمد. هذه عيوني الجلوكومية فيها موية زرقاء. يلا اثنين. هذه وشو؟ ماذا سبريز؟ ما في شو فاسي قرب. طيب يا بنتي لازم هنا. طب قرب يا قرب، انا ما في شوف شيء. تعالي هنا. ايوه هذا خمسة. ايوه يلا تعالي تعالي ايوه. معي هنا في الاستوديو نوف السنيد، اهلا يا نوف، كيف الامور؟ طيب الحمد لله. مبسوطة؟ ايه. وانا مبسوط انه انت معي. انت خلاص اتفقنا نصير اصدقاء. ايه. ما؟ ايه. وش تشجعين تقولين لي؟ الهلال. هلالية. ايه. متصدرة يعني. طيب. يعني كلهم اشجعهم نصر الهلال. ايه ونعم، انت مرة كويسة احسن من ناس كثير. بس اكثر اكثر اكثر. ايه. النصر يعني. اكثر شيء النصر؟ ها؟ نص نص، كلهم نص نص. نصراوية ولا هلالية؟ اخر كلام. اخر كلام اقول. ايه. ها وشو؟ اخر قرار يعني اخر مرة. اخر كلام اخر كلام. يا ماما هي وش تشجع؟ نسأل ماما. ايه. وش تشجع؟ نصراوية ولا هلالية؟ بس ترى النظارة هلالية ها؟ طيب عادي يكون النصر بس. ايه قولي النصر احلى شيء، شو المشكلة؟ طيب نصراوية نوف اقولكم. لا بس خاف تزعل ولا تصير. لا ما ازعل. ما ازعل، لا لا لا. نصراوية كويسة، انا احب النصر زيك خلاص. احب اكثر شيء النصر. خلاص. بس عاد نظارتي الشكوى على الهواء. الشكوى؟ لا لازم نقول ماما تغير، حطوا لنا بعدين اغنية للنصر عشان تستانس نوف. طيب يا نوف انت باي سنة الحين؟ اي صف؟ صف ثاني ابتدائي. صف ثاني ابتدائي؟ ايه. ها بس انا شايف انه انت بالمدرسة ها شوي كذا وشوي كذا، شوي ممتازة وشوي ما انت ممتازة. ها؟ انا ممتازة. والله؟ والله. ها شلون ممتازة؟ من اللي ذكر لك؟ من اللي؟ كيد أمي. أمك؟ تعصب عليك إذا ما فهمتي؟ لا. ها ما تهاوشك؟ لا. قولي عادي عادي. لا لا. ما أنا قلت لك تروحين معي البيت خلاص تصيرين صديقتي.
أنا والله مرة مبسوط اليوم يا نوف إنه أنت معاي، ومبسوط شهادتك مرة حلوة، درجاتك فيها مرة كويسة، يقولون لي درجاتك حلوة يعني. ها؟ أنا أصلاً أول مرة أجي هنا، أو أول مرة بعد أطلع بالتلفزيون. بس أنا مبسوط، لا شفتك أنا طلعتي قبل. بس هذه أول مرة أدخل هنا بهالبرنامج. آه البرنامج هذا أول مرة تجينا. إيه. بس هذا البرنامج مبسوط فيك كثير. أنا أكثر من هذاك يعني. أنا والله مبسوط إنه أنت شرفتيني وتعبتك وجبتك اليوم، والجو شوي بارد. عادي. بس أنا مبسوط فيك كثير كثير. بعدين حلوة أنت ما شاء الله تبارك الله. أنت بعد حلو. أنا حلو بعيونك. ها أنت لأن عيونك حلوة تشوفيني حلو. قولي لي وش العيون الجلوكومية عشان الناس يفهمون. يعني فيها ماية زرقاء. أي. وأنا يوم كنت صغيرة يوم جابتني ماما كان في عيوني ماية بيضاء. وكيف بعدين وش اللي صار؟ بعدين خلاص صارت عندك عيون جلوكومية. رحتي وين؟ المستشفى. ايه. طيب وش سويتي بالمستشفى؟ سوالفنا عشان عمليات. سوى الكم؟ أول عملية دكتور عصام جاب لي هدايا. والله ونعم. أول عملية. والله دكتور عصام تذكرك بالخير بنتي نوف، يعني تقول عنك كلام مرة طيب، أهنيك يعني أنت إنسان عظيم. وش جاب لك هدايا دكتور عصام؟ كذا عروسة وحلاو. ها يعني فلة يعني سعة صدر. إيه. تقولي لي تروحين كافيات دايم تتمشين كذا تروحين كل أسبوع؟ لا مو دايم، مو دايم يعني. وين تروحين؟ نص نص. نص ونص. إيه. وين تروحين دايم تتمشين؟ وين مو دايم دايم يعني، يعني اروح كذا مطاعم شيء زين. طيب واختك الصغيره؟ انا جاني كلام عن اختك الصغيره. يقولون تهاوشينها. من قالها؟ انا اقولها، جاني كذا شفتك بكاميرا. بعض الأحيان أنا صارخ. صارخين عليها؟ وش تقولي لها؟ أقول لها بعدي عني. ليه؟ تزعجك؟ لا تزعجني يعني عند المذاكرة كذا. وقت المذاكرة؟ إيه. أيوة. أقول لها بعدي، صارخ عليها. وش اسمها هي؟ مضاوي. مضاوي وخري عني كذا تقولي لها؟ وتصيح؟ لا ما. وش تسوي؟ تصيح تصارخ. شوفي شوفي رسوماتك، هذه رسومات لك أنت وأنت مع الدكتورة. تتكلم معاك؟ وريني. ها وين فيه؟ يا حلوك. ها بس يقولون انت ما تساعدين ماما بالبيت. لا والله اني ساعدها. ماما قالت لي قبل شوي تقول ما تساعدني ولا بشيء، اقولها شيلي ملابسك ما تشيلها، اقولها ساعديني بالمطبخ شوي ما تساعدني. والله كل يوم انا اللي امسح. والله انت تسد نص يعني بعض احيانا بعض احيانا. اي بعض احيانا انت مشاغبه. شوفي 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 نوف، هذا اللي انا شفته في تويتر ومره عجبني. وري شفتي؟ ايه. وش قلتي هنا؟ ولا وتعطين بوسات وكذا للناس. ايه. وش يقولون لك الناس في تويتر؟ ها وش يقولون لك؟ ما ادري. يعني في ناس يقولون لك كلام حلو؟ اي بعضهم يقولون لي كلام زين وحلو. اي خليك معي خليك معي، ما عليك، هذه بنشوف بعدين اذا طلعت من هنا تشوفين الحلقه هذه تشوفين الصور دي. بس اذا يوم تشوفين بتويتر وفي اليوتيوب، عندك قناه انت في اليوتيوب. اي وش اسمها؟ معكم نوف. ها؟ نوف راكان. نوف راكان، قناه نوف راكان باليوتيوب. وش تقولين في القناه هذه؟ اتكلم، سوي تحديات. ايوه بس ولا مره صلحت تحدي، يعني ان شاء الله اسوي تحديات زين. طيب وش رايك نتحدى انا وياك بعدين؟ وش ما ادري والله، نشوف شيء نتحدى من اللي يطب بالمسبح في البرد هذا. ما عندي مسبح المشكله. لا نروح نادي، اي نادي نروح كذا تحدي من اللي يطب المسبح. بس دقيقه، انت مو قريب عندنا عشان تجي معي. وين يعني مو قريب عندنا؟ اذا جيت الرياض. إذا جيت أكثر. ليه؟ نكلم ماما نستأذن منها. خلاص. خلاص؟ فهم. بس أيام في المدرسة مستحيل. ها؟ في المدرسة. وشو؟ في المدرسة ما أقدر وسط الأسبوع. لا يعني في الإجازة، يعني إذا جاء يوم الخميس
نتحدى أول جمعة وتصوريني معك باليوتيوب تحدي. بس ترى الخميس هذا ما أقدر أجي لأن مو يوميا أنا أجي الرياض. إيه. بس يعني نص نص. والله أنا مبسوط فيك صراحة، وأنا عشان كذا أبغى تطلعين اللقاء هذا بقناتك باليوتيوب ونقول للناس وش العيون الجلوكومية. ما في بنات يطالعون نظارتك يقول لك وش هذه في المفصل في المدرسة؟ ما في؟ ما يقولون لك ها؟ وش؟ زميلاتك في المدرسة؟ لا نص نص. شلون؟ يعني بعض الأحيان إيه بعض الأحيان لا. طيب سمعيني أنشودة من الأناشيد اللي أنت حافظتها، قلتي لي قبل الحلقة أنا عندي أناشيد مرة حلوة، أعطيني واحدة حلوة من اللي أنت حافظتها. عادي يعني من المدرسة؟ إي عادي من المدرسة أحلى شيء أصلاً. عندي شو اسمه؟ صاحت سلمى يا أطفال قوموا واستمعوا بالحال، قالت هيا نحفر حفرة ونزرع بالأرض شجرة، لا ننساها بزرع على المتربة بالماء. أنت كذا أنت كذا باقي بس أعطيني كملي أعطيني الثانية. عادي عيدها؟ لا أعطيني واحدة ثانية ليش تعيدينها؟ في أحلى منها. في باقي نصها. طيب حافظة شيء للنصر؟ في أغنية للنصر؟ لا والله ما حفظت ولا شيء من النصر. ما حفظتي أغنية للنصر؟ لا حتى والهلال ما حفظت. ما حفظتي؟ إيه. ويا عالمي ما تعرفين أغنية يا عالمي ها؟ لا ما تعرفين ها؟ ما حفظتها. طيب والله أنا مبسوط يا نوف ومبسوط فيك، سلمي لي على المدرسات حقاتك، سلمي عليهم قولي لهم قولي لهم أي شيء يشوفونك بالكاميرا هذه قولي لهم، ولا أعطيهم بوسات زي اللي تعطينا الناس هذه هنا هنا حبيبتي هنا هذه الكاميرا هذه وين؟ هذه هنا. إي يا حلوك. لمين هذه؟ لمين؟ لأي مدرسة؟ لكل المدرسات. والله كل المدرسات أعطيتهم بوسة كلهم؟ بعطيهم بوسة كبيرة وانا اعطيني واحده يا حلوك. شكرا لك يا نوف، يعطيك العافيه، انا مبسوط فيك، خليك معي نختم الحلقه مع بعض اليوم، وانا مبسوط ان انتي مشرفتني. اعطوني الموضوع اللي بعده. خلو يشهد سوق الفقع في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية هالأيام إقبال كبير من المواطنين والمقيمين لشراء فقع الشمال اللي بحسب المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي متوفر هالعام بكميات كبيرة وبأسعار مختلفة، فيه منها اللي بمتناول اليد وفي منها الغالي. أوضح أحد الباعة في عرعر أن السوق يشهد كميات كبيرة من العرض، حيث أن سعر الكيس الواحد من الفقع اللي يزن 10 كيلو يتراوح ما بين 1000 إلى 1500 ريال. وأنا بعد خلونا نشوف هذا المقطع ونمشي أنا وصديقتي نطلع مع بعض. أجيك الحين هذا هدا ثاني أبو فارس خذ الفقع، هذه واحدة هذه الثانية 50 700 50 800 ريال 2200 ريال 2200 2200 50 500 50 500 50 600